جيت من مدينه الدار البيضاء بعماله مقاطعه السيد البرنوسي. جينا نساندوا المنتخب الوطني، جينا بواحد العزيمه بواحد الاراده ان شاء الله وبواحد الحماس، وان شاء الله الفريق الوطني راه متكامل وغادي يفوز ان شاء الله بجوج لزيرو. هاد الفواياج تقام اش غادي نقول لك، تقام ليا بشي تقريبا حوالي 4000 درهم. ومن هذه المناسبة كنوجه التحية للجامعة الملكية لكرة القدم، قدمت بعض المساعدات ديال التذكرة، كنشكرهم من هذا المنبر. أنا مقيمة هنا في مصر وكنتظر بأن في كاين غادي يربحوا إن شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح. والمصريين برضو فرحانين كثير وحاضرين جمهور كبير كبير ما بين شباب وشابات ورجال ونسوان، كلهم يعني عندهم امل كبير بان المغاربه يفوزوا ان شاء الله. جينا من الدار البيضاء وكنتوقعوا ان شاء الله يربح في هذا الماتش وفي الماتشات الجايين ويدي لا كوب. ماشي بزاف داك الشيء، زعما مصر رخيصه، هذا هو زعما لافونتاج. وثانيا انا جيت سياحه وميم طو، حيت اول خطره كنجي لمصر، فشي في شي ماشي شي حاجه كثيره، زعما في المتناول. جيت من المغرب من مدينه المحمديه، جيت على قبل باش نشجع المنتخب ديالي ونتمنوا لهم شي نتيجه زوينه ويفرحونا كيف ما جايين ضاربين مسافه طويله على قبلهم، يفرحونا ونشوفهم بصوره زوينه وجوج زيرو ان شاء الله. جوج زيرو المنتخب ما كيتوقفش على لاعب واحد، يعني اللعابه كلهم مرتاحين ليهم، كلهم ثاقين فيهم، وعندنا احساس بانهم يبانوا بصوره زوينه ان شاء الله. انا قطعت قبل في رمضان ب 5200 درهم، وفي مصاريف هنا لكن مش مشكل، على شان الرايه المغربيه مش مشكل. جينا من مدينة الدار البيضاء وان شاء الله حنا ناخذوها ماتش باغ ماتش، ان شاء الله نربحوا الماتش الاول ناخذوا لي 3 بوين ديالنا ونيغوسيو لي ماتش الاخرين بشويه علينا. المبادره اللي دارت الجامعه ديال ليبي، خدينا ليبي ب 4000 درهم اللي كان غيجي اكثر من ماتش، واللي كان غيجي بحال دابا مصطفى جا ماتش واحد غياخذ بيه ب 3000. ولي زوتيل كلها كياخذ فين بغى يجلس، على حساب كلها وعلى حساب جيبو، على حساب واش غيبقى في القاهره ولا غادي يخرج، حيت ما بين كل ماتش وماتش كاينه 3 ولا 4 جوغ. وطبعا هو شرف لينا ان احنا موجودين عشان منتخب المغرب، منتخب الشقيق، وبنتمنى التوفيق لمنتخب المغرب، وبالذات احنا بنحب النجم الكبير حكيم زياش، شرفنا في اوروبا. وطبعا زي ما انتم في المغرب بتحبوا محمد صلاح وبتشجعوه دايما، وطبعا بنتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه العربيه، تونس، الجزائر، المغرب، وطبعا مصر، وانتم نورتونا هنا في مصر.